أمانة مرحبا بك من جديد في منتدى جميل النادي الأفريقي، ماتش آخر وربع وبكتوار أخرى للكلوب في بطولة كرة اليد. كنت تحكينا على الماتش هذايا بالذات وعلى المشوات المجايين وحظوظ الكلوب في البطولة إن شاء الله. والله الحمد لله ديجا احنا لوجنا على ليكار اليوم باش نكونفيرمين اللي احنا شامبيون غاب وباش بشويه بشويه ندخلوا في الشامبيون خاطر نوتخ اوبجيكتيف سي لو تيتر، معناتها لازمنا شاك ماتش نكونفيرميو اكثر واكثر. ماتش في الاول ظهر لي معناها احنا ديما نخافوا من الاستسهال بصراحه، نكذبش عليك بعد نيفو سيناريو في الشامبيونات الدراب نخافوا ديما من الاستسهال. مش كيستيون استسهال، المشكلة اللي الجروب كان مفرق خاطر كنا ايكيب ناسيونال وكل شيء وهذايا الماتش جاي بزربة، معناتها مازلنا كي روحنا ميم با دو زونترينمون مع بعضنا، هذاك علاش من الأول لقينا دي ديفيكولتي باش بدينا، ما سافا من بعد صلحنا الحمد لله. ميرسي عايش.